معاكم الباحث مصعب أيمن من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. تقوم وزارة الصحة ببدء الحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024. تتعرفون على الباحث الميداني من خلال البطاقة التعريفية والفست مع شعار المسح الوطني. يتم اختيار البيوت بشكل عشوائي والعينات بشكل عشوائي. نحن الآن في بيت الأسرة نقوم بجمع البيانات التي تساعدنا على تنفيذ المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، والذي يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات لدولة الإمارات العربية المتحدة. النتائج توصلك بعد 48 ساعة من بعد أخذ العينات. شكرا على وقتك وتعاونك مع وزارة الصحة. سامحنا أخذنا من وقتك. أيوة. الله يعطيك العافية.